هنا بعض الشباب عندنا في مصر نشر رسالة لأدري أعلاها وصلتكم، هو الجواب المفيد عن حكم جهل التوحيد. وصلت؟ نعم. ما صنع شيء. ما صنع شيء. فهو يعني يقول إن الإنسان ممكن يداري ويتقي في القول دون الفعل. يعني مثلا يمكن إذا وقعت أنا في ورطة مع رجل كافر يقتلني، ممكن أصرح بأنني كافر أو أسب ونحو ذلك. إن تجاوز ذلك حد القول إلى الفعل قال لا تقية في الفعل، لأن هذا الرجل استنادا على حديث سلمان أراد أن يتقي هؤلاء الجبارين فقرب ذبابة بحجر يتقي، ومع ذلك دخل النار في ذبابة. هل التفرقة ما بين التقية في الفعل والقول صحيح؟ نترك أولا ما بني على فاسد فهو هاجد، فهو بناه على هذا الحديث وهو حديث موقوف، وفي الغالب هو من الإسرائيليات ما دام أنه يتحدث ما كان قبل الإسلام. ثانيا القول فعل، وتفريقه بين الفعل والقول غير وارد. القول فعل، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ولعل هذا الأخ فيما أظن لا يقع عليه قول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن القلب له فعل، ولذلك الإيمان يزيد وينقص. الإيمان الذي وقر في القلب قابل للزيادة، لأن هذا الإيمان يتقوى، له فعل يليق به، يتقوى بما ينهض به جوارح هذا القلب. فتفريق بين القول وبين الفعل هذا كتفريق بين الجزء والكل. فالقول هو فعل، لأنه حينما يتكلم يتحرك اللسان مثلا، فحركة اللسان وما يكون معه عادة حتى يخرج الكلام كل هذا فعل. ثم هب أن هذا التفريق ثابت وليس له على ذلك دليل، لكن ما الذي جعل القول في سبيل التخلص من كفر من ظلم الظالم الكافر يجوز له يتكلم كلمة الكفر، وحرم الفعل والعلة واحدة؟ اعتقادي لا يستطيع أن يأتي بنص من كتاب الله أو حديث رسول الله حتى نقول المسألة تتطلب التسليم. أي نحن نقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أكره على القول والنطق بكلمة الكفر في زعم هذا الرجل، لكن الفعل لا يجوز. فمن فعل كفرا خوفا من القتل مثلا فهذا كافر، لا يستطيع ان ياتي دليل على هذا، لا سيما والعلة واحدة. الذي اباح له القول في كلمة الفكر خلاصا من القتل مثلا والضرر لا يبعد عادة أن يبيح له شيئا من الفعل كالسجود مثلا للصنم إذا أجبروه
فهذا ليس هناك ما يدل على أنه كفر أولا من حيث اللغة، لأن الكفر هو جحد الإيمان بعد أن عرفه. أما أن يقول الآب والابن وروح القدس إله واحد خوفا من أن يقتلوه، هذا يجوز. وأنه إذا سجد لمريم هكذا هذا لا يجوز، بل يكفر ويخرج من ملة وهو لا يزال قلبه مطمئنا بالإيمان. الحقيقة أنه أخواننا هناك في مصر بعضهم يعني ناشئون في سبيل طلب العلم، لكنهم متسرعون ولا يقدرون حق التخصص في العلم والتمكن منه مع الزمن، فيظنون أن العلم من السهولة بحيث أنه ظرف سنة سنتين يستطيع أن يقول وأن يفهم ويستنبط ما لم يسبقه أحد من أهل العلم والدين. إذن باختصار الجواب القول فعل، ولا يمكن تصور قول بدون فعل منه. ثانيا ليس هناك دليل من حيث التفريق بين أنه يجوز التكلم بكلمة فكر للخلاص من الظلم والقتل، ولا يجوز أن يفعل فعل الكفر لنفس العلة، لا دليل على هذا. بل الآية السابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بعمومها شامل على أن يفعل أو أن يقول شيئا للخلاص من الكفر. طيب يا شيخ، هل تستحضر يعني الآن واقعة فعل فعلها رجل ولم يكفر بها الآن ولم إيش؟ يعني رجل فعل فعلا يعني ظاهره كفر ولم يحكم بكفره من الصحابة أو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. حاطب بن بلتعة ماذا فعل؟ قال أم غالة فعل. طيب فعلوا ما هو عندهم؟ هو الفعل فعل حافظ ظاهره كفر. طيب ولذلك عم عمر لماذا؟ لقطع عنق. دعني أقطع رأس هذا المنافق، لكن وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحقيقة أن التفريق هذا أنا أعتقد أن هذا ليس سلفيا الذي يقول هذا الكلام، هو من جماعة التوقف التبين. وهذا أنا ما أعرف من قبل، لكن من دراستي لرسالته هذا ليس سلفيا، وهو يجب أن يبلغ الدعوة السلفية، والتي من ثمرتها أن لا يتجرأ المسلم أن يقول ما لم يقوله السلف، لأنهم كانوا أطهر قلوبا منا وأسمى أفهاما ويعني أرغب في العمل الصالح ونحو ذلك من الصفات التي قد لا تتوفر في الصالحين منا في آخر الزمان. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الوقوف مع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، وكل من حاد عن منهج السلف الصالح لو دعا إلى الكتاب والسنة فهو في ضلال مبين، لأن الكتاب والسنة له وجوه، كل واحد يفسر القرآن والسنة حسب ما يرى بعقله أو بهواه وكيفه. لكن حينما يلتزم تفسير السلف لأسباب التي ألمحنا إليها يكون ذلك ضمانا له أن يأخذ يمينا أو يسارا، مثل ما جاء في قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات. جاء أبو موسى الأشعري يوما
إلى دار ابن مسعود صباح يوم، فوجد الناس ينتظرونه. هذه حياة اليوم ما نراها في المسلمين. لماذا ينتظرونه؟ يهتبدون فرصة الذهاب معه إلى المسجد لعل الواحد منهم يكسب له فائدة علمية، إما بيسمعها من هذا الإمام أو يوجه إليه سؤال فيجيب فيستفيد، أو هو يسأل. اليوم إذا ما ألقمتهم العلم فهم بعيدون عنك. إذا ما العالم نفسه سعى لتلخيم الناس العلم ما حدا يجد عنده. خلاصة، لما أجى أبو موسى وجد الناس حول الدار ينتظرون، أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن سعود، قالوا له لا، فجلس ينتظر إلى أن خرج. قال يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا عدد، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميل. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد حتى رأى ما وصف له، فكشف عن وجهه اللسان وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن حصى، يعني شغل ما بيجي حصى، نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم هنا الشاهد، أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة؟ واحد من تنتين، لا ثالث لهما، إما أنكم أهدى من أصحاب الرسول أمة محمد أصحاب الرسول، أو الثاني وهي بلا شك إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا وحق ما قالوا، لكن الفساد من الرؤوس من مشايخ الطرق والحلقات. قالوا والله يا أبو عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هذه نوايا الطرقيين والصوفيين نوايا طيبة، لكن خرجوا عن الطريق بتوجيه الرؤوس الفاسدة المستثمرة المستغلة. قالوا والله يا أبو عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد من الخير لا يصيبه. ليه؟ إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أخواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كم لقلق اللسان لا يدخل إلى الجنان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
قال راوي القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان، أي انقلبوا إلى خوارج، خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فاستأصل شافتهم، مع أنهم كان لهم دوي في الليل من كثرة قراءة القرآن وقيام الليل لآخره. وقد أشار رسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوما مالا على الناس، فقال أحد الحاضرين: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. قال: ويحك، فمن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم التفت إلى الصحابة وقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله وذريته، أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. هؤلاء الخوارج لما علي رضي الله عنه دعاهم قالوا بالنسبة للحكم بين المسلمين، دعاهم إلى أن يخضعوا للحكم، قالوا: لا حكم إلا لله. كيف لا حكم لله؟ لله وفي هناك أصل خير، وإن طائفتان من المؤمنين يقتلوا فأصلحوا بينهما. فأنكروا أحكاما شرعية بسبب ركوبهم لعقولهم، فضلوا مع كثرة عبادتهم وصيامهم، فما أغنى ذلك عنهم شيئا. ولذلك فنحن نحرص كل الحرص أن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح، لا نزيد عليهم بل سننقص عنهم ودونهم، لأننا لا نستطيع أن نصول صولتهم، هم أعبت منا وأدخى منا. فنحن إذا يعني كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إذا استطعنا نتشبه فيهم فالحمد لله، أما نزيد عليهم في الطاعة والعبادة هذا أمر مستحيل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع خير سلف